ما في شيء اقوم كذا خلاص. يي اكثر منك. منك اكثر. ايوه وش الحروف حقت يي منك اكثر. بعدين خمس ستة كانت معك. ايوه يي 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 ثلاث ايات. سرو الله لا وفقك. استغفر يا اخي. شياطينك. يا قوة الثانية. قوة الثانية فضحتنا يا قوة. ابدوا فيها. تدري ليه؟ عندي بصمة في البطل. خلاص انتهت. وعندي كلكت. تسمع يا سعد؟ وعندي مؤتمر. من معانا اشوف الكلكت؟ من معانا؟ عندك مؤتمر حياتك وعندك عنده لازم تسلم الخميس وعندي بصمة. بصمتك بكره. بصمتك بس عشان زي كذا ايش تبغى انت تعرف؟ اذا لقيت الموضوع قوي عادي الحين نشاور فيه ونطوله بس امشي ونمسك موضوع انت خلاص بكرة. خلاص ها. تسمع يا انت وما صار قحطاني عدد الشهراني الجيبان ايه اظن جيبان اسمع يعطينا مسرحيه قانونيه ما عندي افكار في فكره جاهزه كل شيء بس يبغى لها ايش انا عندي فكره بس ما انت مكتب سيناريو يا اخي سيناريو مكتوب ناخذ السيناريو الاول حقه ما هو ايش بس خير محمد بس طيب طبعا متابع ما يفضل اسمع والله ما لي خلق طارد ما هو مطارده والله ترى كلها دي اجتماع ان بغيت خدمه ولا شيء من عيوني بس اني امسك الموضوع لا صلاً الاسم اللي اقترحته جيد بس صالح ايش عدد الشهر طيب صالح او عبد العزيز مكان فيه منصوره قرني ندور غيره شلون مكان فيه منصوره قرني ندور غيره بين بين ما احب الشغله ولا احس اني بقدم شيء والله تجي حق الاسبوع الماضي والله انا اتعب المتابعه هذه تمرضني على الفاضي ايش عندك عشان تسويها؟ عندي اشياء بقدمها الاسبوع هذا يا كل اجتماع ما لك ولي نجتمع مع بعض كلنا نحدد يوم نجتمع ونتكلم انا بكون معك بس يبغى لها ايش؟ ايش يبغى لها؟ تحت قيادتك وانا اللي انظم الاجتماع انظم كل شيء خلاص ما مشكله وانا موجود يعني اختناصه الله وجهك خلاص رضيت عليك في الموضوع بس ما لي مسؤوليه انا ارتب الشباب عيال تعالوا في اجتماع وش تفكرون وكذا خلاص عيال في اجتماع في بالك ايش اللي ينقال في الاجتماع اي وش عندكم افكار سيناريو من يساعدنا من يعني ايوه بيض الله وجهك وبالنسبة للمشكلة ذيك اللي قلتها سانسة خلاص يعني تحسبني بأستناك ترضى جاي لك مرضي اعتبرني نسيت أحسن لك لا لا خلاص خلاص آسف السلام عليكم مساكم الله بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله وعليكم السلام حياكم الله جميعا ليش بتسوي نفسك متفاجئ قبل شوي انك بتقول شو ذا؟ لازم تلخم القصر أنا تبوني أقول سودة والله ماني مجهز شيء أنا لا 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 ماني مجهز شيء بما أن طاري الأم يوم ما يحطوك بما أن طاري الأم مجهزة من قبل أمس في مشكلة؟ لا والله مشكلة بس أحب أتناقر معك آسف والله أنا أحب أتناقر معك لو سمحت لا زعلت علي بالله لا تحاول تتسامح في نقاشات زعلت؟ لو أن قوتي الثانية ممكن أدخل معك نقاشات لكن لا لا آسف هم مفروض بيعلمني لا أبو علي صب شوي إذا أنت لو سعد صوار من صوص كلب نعم يا بيصر اسأل حق اسأل حقيقي فصولي عصب لي في كاس ده فصولي ولا فوفو فصولي ولا فوفو أحضر لا وصدق بعد هذا أحد عنده شطة
ايه ايه عندي لا معك شطة هذه هذه في شطة تبيها ما في شطة هلا عنده هنا انا عارف قصة في فيصل تبيك فيصل فيك فيصل من قلبه روح 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 يباك سلو ابو علي اقول لك ويصوت بالاسم تو انا احنا بعدنا ناخذ طبختنا وش ويصوت صار علامك اها تمام جالس قديمة ما انت تاريخ خبر يوم الطقطق قالت تقول لي اندرس الرياضة ايه عقوبة مو بصعبة في المجلس معلقة لا لا تعال عندنا ابو علي شوفه يمكن ثلاثة تعال تعال ست تعال تعال مشكلة همزة قاعد يضحك هذا؟ يعني هذا هذا طار عقله يوم سكنا هنا خليك خليك هنا خلوه لقى 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 ضالة تراه هو من هوى عيش عيش نعمة 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 عشا 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 رجل خير عشا عشا هذا؟ ها؟ حبيبي هذا؟ ضعيف اسم هذا حقيقي صح؟ بتجيب ولا يا قوتي هيا عبد الله يا عيال رجعها يا قوتي يا عيال في احد كي طبخ بطاطس بالفرن رجعها لا تطلع شيء بقول احنا خلينا الشطه الحقدي ولا رجعها جابها يرجعها كوب اللي هنا وين هذا في صندوق بالله عليك والله هذا حقك مش كيف في نص قاعد اشرب والله العظيم حقك رجاك واحد يمسك كوبه وصحنا ترى في واحد يمشي ياخذها لا لا والله لا والله امسك امسك خلاص خلاص والله ليش ضيح النمره يا ولد كريم شطه يا الربع ما هم منك من سعاده تمشير تاخذ المشروبات تشربها شوف حاسس جالس والله انا هاريح تدري اكثر شوي اما محسن ساعه خصمه انت ما عندك محسن وسعد غبني كنت قاعد سعد من قصده مشيت اسمع كنت قاعد وانا اللي كنت قاعد اول انا كنت قاعد اول زين جلست قال ما صدق احد ما صدق احد طلبها من الكونفشن روم قاعد قال سعد قوم بسرعه طلبوني طلبوني وبعلي انت اخطيت اصلا انت اخطيت اسمح لي المفروض اول شيء تسوي تقول ايش؟ يتضاربون قدامي هنا، اللي اقوى هو اللي اجلس. والله سعيد يقول لي يطلعون الكاميرا عليهم وانا معهم. خله يطلعون ويضربون وانت الحكم. ليه؟ انا كنت جالس الرجال جنبي قاعد يصرخ علي. لا يوم وقفت انا واقع هربت. هربت. احس انه فضيحه. ليش المشكلة؟ ضربون عندي. عندي، عند الرجال. نفسي عندي. تبغى قصيدة؟ يا عصير. اليوم جيت جلست هناك انا غير مسار. لا عضات الملائكة تذهب الشياطين سرور سرور والله انا سامع يا داني سرور سرور بكتب انا اقصد كم يقول اذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين عاد انت تفهم انت اللي تفهم وإذا خاطبوكم الجهلاء بقولوا سلامة يا محمود بشر لقيت عصير خطأ ها؟ ليه؟ جيب ما عصير عصير ها؟ ربعي اللي وش جيب, جيب الآية صح هذه آية هيوا أنا ما أقول إيوا أنا أقول إيه ما أدرك حلب هذا وانت شاعر هز من نحسن أطلق الله يبارك ها؟ قبلي ما قلتك يا ولد ها؟ قبلي ما قلتك يا ولدي يا ولدي تبون قصيدة والله يا محسن أشرف ليك لما تتكلم بعد قلبي والله بعد قلبي
من اللي يقول يا قلبي خذي قلبي اسماعيل نصار مزبوط اسماعيل تكلم بالاسماعيل لا اسماعيل خذي قلبي خذي قلبي وش اسماعيل اللي يقول ايوه متسل والله اسماعيل ما في اي تعليق بقى وين اسماعيل عشان ما نغتاب شوف فرق اسماعيل في قلبي شو ذا شو تجمع ذاك يسد على الكرسي صدق ما في فرق بينك وبين لون الكرسي يا احمد لا انا وصاحبي خلوه هو ولا تسوي كلام كله مين هو احمد وين اللي ليش خليته منه احنا ما بدي اخليك معي بعدين ما بسكم اشتاق إليه ترجو أحيان صدق دان شفت أتحداكم تجيبوا لزمة الوليد شفت الحقيقة ها؟ لزمة الوليد صدق دان يا مصار المضياف شفت العلم بعيد اللي عندك انت لزم كبيرة هذا يقول اصبر وليد عندك حركية وعندك فصولة لفظية حركية معك أنا أبو مسفل أبوه يقول نوع متغير والله ابغى اسمع لفظيه لي انا اتحدى اما التغير متخيل خلنا نسال من صبر تفضل عنده ذكاء اجتماعي يا رب تفضل ايش اللي اذا ناديته يقول كذا لازم لي لازم لازم لفظيه لازم لفظيه استا اي والله على طول جابها لا واحده لا كلام كلام وش ايش استاذ ياسري عبد الله دايم استاذ سعد ياسري سعد سعد دوسري سعد دوسري راح معه هناك خابره وش اللي اسمه حمزه لا هو يقلد احمد الشاب جالس معه يقلد ايه صح ويقلد مين انت قلت ذاك اليوم نسيت والله يقلد مين بالمشي هي بالله بقى وليد وش لزمته غير اسبوع اصبر ما ابغى اصبر اصبر ما تقدر تصبر اها اها عطوا مال الرجال فص اطحل اطحل لا تموت ولا لا اللي بعده اجتمعوا اقوى ضحكتين قهرني عبد الله قبل شوي عند وقف البركه الشيخ شفتوه يا ولد والله الشيخ والله سوى كذا الشيخ قال التفت رفع راسي ناظر من اللي يضحك هناك ومنصور انتوا في وقف البركه تبغون احنا نبكي ولا ايه لا يا اخي قدر صوتكم يوصل مين يسكت ضحك الذا ايش اللي يضحك فما يفتح خلاص محمد سعيد مقفل مايكاتنا ايش عليك ما شفت ايش نضحك عليه على ذا واحمد سعود ومنصور وسلامهم قولها لا زي كذا هذا مين منو عبد الله هاي صفره ذا يلا انا بغيت اقولها هذا منو؟ هذا عجوز طيب تم إعفاء سعد كثر من التقليد نهاية البرنامج